مؤامرة. لا يوم ثلاث قصة واحدة ايه؟ والأربع قال نهارك يومين؟ ايه يا وليد؟ دي مؤامرة يا وليد. طيب الامتحان يا جماعة التاسع في حبة أسئلة لسه ما قلناهاش عشان تعرفوا بس إن احنا الكمية بناخد نصها، الكلام ده يعني متظبط على حصة السنة اللي فاتت، فاحنا مش عارفين نمشي بالكمية هي، لو كمية أقل يعني. فخلي الامتحان التاسع ده شوية لغاية ما نخلص الليفل مكان حلو مع بعض إن شاء الله. ثمانية طيب، احنا كله بنات ومش غير جراب الفيكتوريا. الأحضار الأولى، الأحضار الثانية متأخر. الأحضار يعني ده 6:30 و2 يعني 6:30 و2. تعالى نفتكر احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت. حلو. معاكم رقم 7 يا جماعة؟ امتحان رقم 7 معاكم؟ لا. امتحان رقم 7. بتاع المرة اللي فاتت. طب نحله مع بعض؟ يلا نحله. 8 طيب. أو 7. لو قلت لك بنتا إثنويد فاتي أسيد. بنتا إثنويد اللي فيه 5 دبل بوم. تيمنودونيك دي. طب أراكيدونيك is only essential in absence of mean. أراكيدونيك in absence of mean لينولين. ده أوميجا 6 إيه. All are true regarding the trans fatty acid except synthetic produced during hydrogenation of oil. Harmful ولا associated with بوفا ولا group that moves the site طبعا associated with بوفا. هو associated with sulfur موجودة مع saturated. Essential fatty acids are مين هم ال essential linoleic و alpha linoleic C. One of the following are non essential but only but one may be essential. مين one of the following are non essential fatty acids but one may be essential. may be essential في حالات معينة في النودون الطبع. All of the following are monoinoic fatty acids except stearic اللي هو B. All of the following have 18 carbon except دي. مين ما عندوش عديد عنده 24 لجنسات. يلا مع بعض نراجع احنا قلنا ايه الحصة اللي فاتت. لا مش عارفين بقى اسئلة بقى مش عارفين ناس حاجة في الحصة. بعد الحصة. سعادة الباشا مين هم؟ الاجابات كلها تاني؟ حاضر جاي. واحد بي. اثنين A. ثلاثة C. غششني يا واد. أربعة C. خمسة D. ستة ونقول اكسبت إيه؟ B. وسبعة D. سبعة D. بقول في الحصة الأولى بدأنا نتكلم على importance of الفوسفوليبيد. ركز معايا. وقلنا الـ importance of الفوسفوليبيد بحروف كلمة الفيش. الـ A قلنا arachidonic acid for synthesis of eicosanoid is obtained from cell membrane phospholipid. الـ L قلنا lung surfactant اسمه dipalmitoyl lecithin. ركز بقى معايا خلاص. وقلنا الـ lung surfactant دي مواد كيميائية تبطن الـ wall of الالفيلاي من الداخل وتمنع الادهيجن ما بين التو وولز اوف الالبيلاي وبالتالي تساعد على الريسبيريشن. ولو مش موجودين البيبي هيزلق ويموت ويحصل مرض اسمه ار دي اس ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. ازاي اعرف اللنج سيرفاكتنت موجوده ولا مش موجوده يا بايظ؟ بقيس نسبه الليسيسين الى نسبه السفنجومايلين في الامنيوتيك فلويد. لو 2 تو 1 اور مور يبقى في لنج سيرفكتنت. اقل من 2 تو 1 يبقى مفيش لانج سيرفكتنت. عند الويك ال 32 من البريجنسي بلاقي نسبه 1 تو 1 يبقى ما ينفعش اولد النون. بعد كده تصنيع الليسيسين بيزيد لغايه ما توصل ل 2 تو 1 يبقى اولد النون.
واتفقنا اني بستخدم الليسيسن سبنجومير ريشيو كاندكس فور الفيتال لانج ماتوريتي اندكس لنوت جرياتين. ولو مضطر ان اولد النونه قبل ما تتكون اللانج سيرفكتال في دواء بديل الام يزود تصنيعه. الدواء ايه؟ استيرويد زي الكورتيزون. حرف البي قلنا بليتليت اكتيفيتنج فاكتور عباره عن ايه؟ كولين بلازمالوجين وده بيساعد على الكواجوليشن اوف ذا بلاد. الاتش ودي الاهم اتفقنا هرمون سكند ماسنجر او لا اسم تاني اسم تاني ايه؟ سيجنال ترانسدكشن. واتفقنا ان الهرمون عشان يشتغل ممكن ينشط انزيم اسمه فوسفو لايبيز سي فيكسر فوسفوليبيد على السيل ممبرين اسمه بي اي بي 2 فوسفاتايد الانوسيتول بيسفوسفين الى اي بي 3 وده اتفقنا الاي بي 3 اسمه انوسيتول بريس فوسفين وانوسيتول بال اي ينكريز بال اي الانتراسيلولار كالسيوم بال اي فيحصل اكشن والداك بينشط البروتين كاينيز سي فيحصل اكشن. يبقى الهرمون عمل الاكشن بس ما دخلش جوه الخليه ده من خلال وسيط مش عايز صوتها خلاص. الوسيط هو فوسفوليبيد يبقى الفوسفوليبيد هرمون سكند مسنجر. مين الفيرست مسنجر؟ الهرمون نفسه. وكده الفوسفوليبيد ساعدت في انتقال الاشاره من الهرمون اللي بره الخليه الى داخل الخليه يعني الفوسفوليبيد عملت سيجنال ترانسدكشن نقلت الاشاره. طب بعد حرف الاتش في حرف ايه؟ الاي وقلنا في الاي ايمالسيفيكيشن يعني بفتت الدهون فبحول الفات دروب الكبيره لفات دروبلت صغيره يبقى عملت ايه في السيرفيس اريا؟ زودتها وعملت ايه في الدايجيشن؟ سهلته وهي بتعمل ايمالسيفيكيشن لانها امفيباتيك جزء بولر وجزء نمبولر. وبعد الاي في حرف السي قلنا مهمه في السيل ممبرين والبلازما لايبوبروتين. في السيل ممبرين تساهم كمان في الفلويديتي ليه؟ حسب كميه الساتوريتد والانساتوريتد فاتي اسيد. لو عايز في الخليه ازود يا فاشله الفلويديتي هزود الصفا ولا اليوسفا؟ اليوسفا. لو عايز اقلل الفلويديتي هزود مين؟ الصفا. كمان موجوده في البلازما لايبوبروتين الليبيد في الدم شابك مع بروتين وعامل لايبوبروتين جوه هذه البلازما لايبوبروتين يوجد فوسفوليبيد. الحرف الاخير حرف الاتش وقلت زيادتك ايه؟ هايدروتروبي يعني حاجه مش بتدوب في الميه اخليها تدوب في الميه زي الكوليسترول. بلاقي الفوسفوليبيد عشان انفيباتيك الاجزاء البولر ناحيه بره والاجزاء النون بولر ناحيه جوه. لو حاجه مش بتدوب في الميه لايك الكوليسترول احطها في النص surrounded by the polar bar وبالتالي الكوليسترول اللي مش دايب يدوب وكده منعت ترسيب الكوليسترول ومنعت تكوين حصوات كوليسترول. يلا ندخل في حصتنا النهارده اخر نوع من الليبيد يلا بينا derived lipid. يلا يا حب دهون مشتقة على فكرة يعني عارفين اللي هيكلم اخرجه من القاعة خلاص. كلمة درايف ليبيد يعني دي ار البرودكت عايز ايه؟ ما ممكن ربنا يكرمها وتولد في ميعادها فهمت ازاي؟ فليه اديها على 32؟ طب ممكن تولد في ميعادها ويكون يتكون والكورتيزون ده ليه اضرار يعني مش حاجه حلوه وممكن يضر البيبي ويضر الام يبقى جيت انا كحالها اعميها. ما ربنا ممكن يرزقها وتولد في ميعادها فانا بستنى لو هتولد في ميعادها خلاص يبقى يتكون من عند ربنا. ده في سبب طبي يبقى انا عايز احافظ على حياته فبقول لو عمل الكورتيزون حبه مساوئ او مخاطر مش مشكله بس عشان انقذ حياه البيبي. فهمت الفكره؟ يلا derived limit يعني دهون مشتقة. قلنا derived limit هي البرودكت اوف الهيدروليسيس اوف السيمبل او الكومباوند limit ناتج تكسير السيمبل او الكومباوند limit. وساعات ما يبقاش limit ساعات يبقى substance associated with the limit elimination. خمس حاجات يا جماعة ممكن اعتبرهم انهم derived limit. رقم واحد فاتي اسيد. رقم اثنين الكحول. مركبات تسمى استيرويدز ومركبات تسمى كاروتينويدز
وكمان الفات سوليبل فيتامينز اللي هما مين كده كده كي واي ودي واي. لو امعنت النظر في الخمس حاجات دول وركز معايا قوي، هلاقي اول اتنين اللي هما الفاتي اسيد والالكول دول برودكت اوف هيدروليسيس. يعني لو كسرت السيمبل ليميت او كسرت الكومباوند ليميت هيطلع فاتي اسيد وهيطلع الكول، يبقى الفاتي اسيد والالكول دول فعلا برودكت اوف هيدروليسيس اوف السيمبل او الكومباوند ليميت. ثلاثة واربعة وخمسة استيرويد وكاروتينويد وفات سوليبل فيتامينز مش ليبت، مش ليبت بس دايما موجودين مع الدهون في الطبيعة، فمجازا مجازا اعتبرتهم ايه درايفد ليبت. طب الخمسة دول هندرس فيهم ايه؟ يقول لك الفاتي اسيد درسناها، ده احنا خدنا حصة كاملة في الفاتي اسيد. وساعات الباشا الالكول خدناه، خدنا في الكربوهيدرات حاجة اسمها شوكر الكول. وكمان الفيتامينز دي في شابتر لوحدها في اخر الميتابوليزم، ده احنا هنعيش معاها. يبقى في حاجتين هما اللي هندرسهم فعلا دلوقتي، هدرس الستيرويدز وهدرس الكاروتينويدز. يلا يا حبي نبدا بدراسه النوع الاول الا وهو الستيرويدز. اصحى بقى معايا، امتى المركب اسميه استيرويد؟ انا ممكن استنى تخلصوا حواراتكم وتخلصوا خالص الكلام بعد كده ابدا انا عادي، يعني لو ده يرضيك. يعني يبقى امتى المركب اسميه ستيرويد؟ بسمي المركب ستيرويد لو في رينج تسمى ستيرويد رينج. رينج اسمها ايه؟ ستيرويد رينج. واسمها سهل خالص، اسمها العلمي سايكلو بنتانو بر هيدرو فينان 3. سهل خالص، سهل خالص. او ساعات بسميها سي تريبل بي. هل لو قلت له سي تريبل بي هيسكت؟ قال لك لا، قول لي الفول نيم. الفول نيم سايكلو بنتانو بالهايدرو فينان 3. تحس انك بتتكلم طلياني، سايكلو بنتانو بالهايدرو فينان 3 كده، يعني طلياني. يعني عايزين نعرف الاسم الطويل العريض ده جه منين، واذا عرف السبب بطل العلم. انا ارسم مركب على البورد وسيادتك تقول لي اسمه ايه. لو رسمت المركب ده على البورد سيادتك تعرف اسمه ايه؟ اكيد عرفتيه من ريحته، صح؟ شم الريحه دي اسمها بنزين رينج. طب لو جبت جنبه بنزين رينج اخرى، اهي بنزين رينج تانيه، يبقى اسمه ايه ده؟ داي بنزين ولا بنزينتين؟ بيوري بيوري فعين. ايه اللي جابت بيوري هنا؟ كان فيها انت هنا قول اتنين بنزين رينج، مش انت في الرقاصة برضو؟ قولوا صح، خليك في الرقاصة. ده ان شاء الله اللي هتبعوه في الاوتوبيسات بعد ما تتخرجوا باذن الله، اسمه نفتالين، بيمنع العتة بتاع الهدوم نفتالين. طب لو جيت وشبكت بنزين رينج تالتة، اهو حطيت بنزين رينج تالتة، ده يبقى اسمه ايه ده؟ انتراسين او اسم تاني فينان ثرين، اسمه كده فينان ثرين، فينان ثرين. ولو بصيت في كل بنزين رينج هلاقي فيه تلاتة دبل بوك، في كل بنزين رينج ايه؟ تلاتة دبل بوك. اروح جايب بخاخة مليانة هيدروجين، اجيب بخاخة مليانة ايه؟ هيدروجين، واروح فش فش فش، اروح مالي التلاتة بنزين رينج هيدروجين، وعامل ساتوريشن لجميع الدبل بوك، اهو عامل ساتوريشن لجميع الدبل بوك. يبقى ده كده فينان ثرين عادي ولا فينان ثرين مشبع بالهيدروجين؟ اروح مسميه بر هيدرو فينان 3، لانه فينان 3 مشبع ايه؟ بالهيدرو. خد دي كمان، هو مش في الكيمياء العضويه، لو في رينج فيها ست كربونات يبقى اسمها سايكلو هيكسان، طب لو رينج فيها خمس كربونات سايكلو بنتان. انا جيت في
في البرهايدرو في نانثرين ورحت ضايف رينج فيها خمس كربونات اهي يعني سايكلو بنتين. فبقى عندي سايكلو بنتين شبكة في البرهايدرو في نانثرين يبقى اسمي سايكلو بنتانو برهايدرو فينان ثرين. واذا عرف السبب بطل العكس. يبقى الرينج الكبيرة دي هي اللي اسمها ستيرويد رينج. اسمها العلمي عرفنا جي منين؟ سايكلو بنتانو برهايدرو فينان ثرين. دي عبارة عن كام فيوز رينج؟ اربعة. دي اسمها ايه؟ ودي بي ودي سي ودي دي. كم كربونة؟ 17. طب نرقمها ازاي؟ العلماء هم صفوة القوم ونحن حثالة القوم. يبقى عالم وبقى مش صفوة. احنا مش علماء. العلماء صفوة القوم واحنا حثالة القوم. قعدوا العلماء على القهوة قعد صفا وطلبوا اتنين شيشة علماء وبيشيشوا عادي مش مشكلة يعني. المشكلة وحطوا الرسمة بتاع الاسترويد رينج قصادهم على الترابيزة جنب الشيشة مش مشكلة عادية يعني. وكلموا بعض حوار علمي. قال له يا واد يا عالم ايه رأيك نرقم منين الرينج دي؟ قال له شوف انت يا واد يا عالم وعليا بالطلاق بالتلاتة ما انا مكسر كلمتي. علماء وبيعزموا على بعض مفيش مشكلة برضو عادي. فاتفقوا. طالما هما اتفقوا على حاجة وهما صفوة القوم ينفع احنا حثالة القوم نقول ليه؟ اقول ازاي؟ هو عالم واتفق. خليك عالم واتفق وانا اسمع كلامك. فهم اتفقوا ان دي سيادتك ايه رقم واحد. اسمع صنف طالب منكم يقول لي اشمعنى دي اخلوق؟ هم علماء احنا هم احرار مع بعض. قالوا دي رقم واحد ودي سيادتك اتنين ودي تلاتة ودي اربعة ودي خمسة ودي ستة. يعني راح للرينج التانية. حد يقول لي اشمعنى راح؟ ما حدش يسألني. هو كده سبعة تمانية تسعة عشر. يبقى رقموا اول تو رينج ايه مع بعض. راح بقى للتالتة ادي 11 12 13 14 15 16 17. ما حدش يقول لي ليه هم علماء وصفوة القوم رقموها بالطريقة دي واحنا بنسمع الكلام. فأي مركب يحتوي على الرينج دي اللي اسمها ستيرويد رينج المركب ده هنسميه ايه؟ استيرويد. والاسترويد رينج اسمها العلمي اسمع صوتك سايكلو بنتانو برهايدرو فينان تري. حلو الكلام. طب ادخل بقى في النظري. هما مين هما الاسترويد دول؟ مين اللي اقدر اسميهم استرويد؟ قال لك الاسترويد ثلاثه انواع. ثلاث انواع ينفع نسميهم استرويد. يلا بينا. اول نوع يا حبي يسمى استيرولز. استيرولز. والنوع الثاني اسمه بايل اسيد احماض الصفراء. والنوع الثالث استيرويد هرمون. يبقى كام نوع ينفع نقول عليه استيرويد ويحتوي على استرويد رينج؟ ثلاثة. قول معايا كده استيرولز والثاني اسمه ايه؟ بايل اسيد. والثالث اسمه ايه؟ استيرويد هرمون. تعالى نبدأ بالنوع الأولاني اللي اسمه استيرول. كلمة استير معناها سوليد وكلمة اول معناها الكول. فكلمة استيرول معناها سوليد الكول أو كحولات صلبة. هو اسمه كده استيرول سوليد الكول أو كحولات صلبة. من الاستيرول عندي ثلاث أنواع. ركز معايا بقى كلام مهم. أول نوع يسمى زو استيرول. يعني زو يبقى زو حيواني زو ستيرول. والنوع الثاني اسمه مايكو ستيرول. ومايكو يعني فطري في الفطريات. والنوع الثالث اسمه فايتو يعني نباتات. ففايتو ستيرول في النباتات. يبقى الستيرولز منهم ثلاث انواع. في الحيوانات يا واد اسمه ايه؟ زو ستيرول. وفي الفطريات مايكو ستيرول. وفي النباتات فايتو ستيرول. انا كطبيب مين يهمني اكتر؟ الزو ستيرول. ما انا قلت لك الانيمالز والهيومن حبايب بعض وقرايب بعض واصحاب بعض ماشيين مع بعض. فاللي يهمني اكتر الزو ستيرول.
زي مين؟ الزوستيرول. قال لك والله اشهر من نار على علم كوليسترول. اهم زوستيرول في الدنيا، اشهر من نار على علم، ده حتى اشهر من عمرو دياب. روح امريكا وقول كوليسترول، الناس كلها تعرف. قول عمرو دياب ولا حد هيحبر اصلا. فالكوليسترول شهير مشهور، يسمى كوليسترول. لازم تعرف الكوليسترول ده كم كربونة؟ 27 كربونة. حفظ كم كربونة؟ 27 كربونة. هو استيرويد ولا مش استيرويد؟ استيرويد. يبقى لازم يكون شابك فيه الرينج دي اللي اسمها استيرويد رينج. كم كربونة؟ 17. وهو كم كربونة؟ 27. نقصه كم كربونة؟ 10. بص بقى على الرسمة سيادتك اعمل ايه؟ وطبعا الرسمة للفهم. هو دول 17، ادي كده 18، وادي كده 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 كربونة. هل كده بقى اسمه كوليسترول؟ لا، لازم احطه او اتش في رقم 3. هل كده بقى اسمه كوليسترول؟ لا، لازم دبل بوند ما بين 5 و6. هل كده بقى اسمه كوليسترول؟ بقى اسمه كوليسترول. هل الكلام ده عليا؟ لا، مش مهم. انت بس تحفظ مميزاته، تحفظ انه 27 كربون، عنده او اتش في رقم 3، وعنده دبل بوند ما بين 5 و6. لكن رسوماته بتاعه كلام فاضي من ده، وترقيمه كلام فاضي من ده، مش مهم. اعرف 27 كربون، او اتش في رقم 3، ودبل بوند ما بين 5 و6. طب سعاده الباشا، ايه البيلدينج يونت؟ يعني ايه الطوب اللي ببني بيه كوليسترول؟ البيلدينج يونت يسمى اسيتايل كو ايه. اسيتايل كو ايه ليه اسم ده نعرفه؟ اسمه التاني اكتيف اسيتيت. الاثنين صح، اسيتايل كو ايه او اسمه التاني ايه؟ اكتيف اسيتيت. طب انا لو حبيت اكل كوليسترول، عايز اكل كوليسترول، موجود فين في الاكل؟ ايه السورس بتاعه؟ يقول لك والله موجود في النيرفس تيشو زي البرين. برين بيتاكل ده؟ بيتاكل ده؟ طبعا. سندويتش زيادتك مخ بانيه وايه دوسي. طبعا. المصحف مصمت الحاجه مش عارف مين في السيده دلع كرشه. على فكره اللي جربه طعمه حلو جدا، لان اي حاجه في الاكل فيها كوليسترول طعمها. عشان كده الست الشاطره اللي بتطبخ لجوزها بالزبده طعم اكلها احلى، لان سيادتك الزبده فيها كوليسترول، فاي حاجه فيها كوليسترول طعمها حلو جدا. والستات الواعيين اللي دارسين طب شويه بيخافوا من اضرار الزبده، يقول لك لا انا اطبخ بزيت بس، نص معلقه زبده على الطبيخ لزوم الطعم كده، حاجه بسيطه كده يعني. فالكوليسترول طعمه حلو، فعشان كده النيرفس تيشو طعمها حلو جدا. كمان موجود في الجونادز. انتوا عارفين يعني ايه جونادز؟ يعني تستس واوفرز. طب انا عارفين المعنى ولا اترجم عربي؟ لا عارفين. عارفين ولا اترجم عربي؟ ترجم. الاوفرز المبايض والتستس المخاصي. الاثنين سيادتك فيهم كوليسترول. تستس واوفرز بيتاكل ده؟ بيتاكل ده؟ تاكل طبعا، وطعمه حلو جدا. والله العظيم. احنا كمصريين بناكل كل حاجه. الرجول تبقى كوارع، الانتستين تبقى منبار، قربنا ناكل الفرو بتاع الخروف، ما بنسيبش حاجه من الفرو. فرد قصده تاني بتاع الخروف. كمان موجوده في الايج يوك. ايه الايج يوك ده؟ صفار البيض. هو مين طعمه احلى، الصفار ولا البياض؟ لا الصفار طبعا. طعمه احلى. عشان فيه كوليسترول. كمان موجود في الشريمز. ايه الشريمز دي؟ فطر. بيتاكل ده؟
بيحب يتاكل ده الروبيان او الجمبري وطعمه حلو برضه. خلاص يا جماعه فين فتحناها مطعم ايه خلاص. كل دي اماكن فيها كوليسترول ولو كلتها سيادتك يبقى انا كلت كميه كبيره ممكن. خلاص بقى يا جماعه. طب سعاده الباشا عايزين نتكلم على البلازما كوليسترول يعني الكوليسترول اللي موجود في الدم. بادئ زبد بيتصنع فين؟ قال لك بيتصنع في الليفر. يبقى الكوليسترول اللي ماشي في الدم اتصنع فين؟ في الليفر. النورمال ليفل حفظ بصي قدامك يا باشا انت ايه النورمال ليفل من 120 ل 200 ملي جرام بير ديسيليتر. حفظ الرقم طبعا من 120 ل 200 ملي جرام بير ديسيليتر. لو زاد عن 200 ده اسمه هايبر كوليستيروليميا. هايبر يعني كتير يقول لك ده هايبر ماركت كبير قوي. وايميا يعني في الدم. فلما اقول لك هايبر كوليستيروليميا يعني زاد الكوليسترول بتاع الدم. طب لو قل عن 120 هايبر ولا هايبو؟ هايبو. اقول ده هايبو هايبو كوليستيروليميا. هايبو يعني واطي قليل. فلو زاد عن 200 اسمه ايه؟ هايبر كوليستيروليميا. ولو قل عن 120 اسمه ايه؟ هايبو كوليستيروليميا. يقول لك الرقم ده مقسوم تلتين وتلت. التلتين يعني 70% في صورة اسمها كوليسترول استر. والتلت في صورة اسمها كوليسترول. واحد يسألني هو ايه الفرق ما بين كلمة كوليسترول وكوليسترول استر؟ الكوليسترول اول 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 عنده او اتش في رقم 3 والو اتش كحول فاسمه كوليسترول. كوليسترول لو مكان سيادتك الاتش دي حطيت فاتي اسيد يبقى اسيد والكول. اسيد والكول والاسيد مع الالكول يعمل ايه؟ استر. فيبقى اسمها كوليسترول استر. مره كمان البلازما كوليسترول اتصنع فين؟ في الليفر. النورمال ليفل كام؟ 120 ل 200. الرقم ده التلت بس في صوره اسمها كوليسترول. التلتين في صوره اسمها كوليسترول استر. سالتني يا دكتور هو ايه الفرق؟ كوليسترول اول اول يبقى عنده او اتش في رقم 3 اول الكول. طب كوليسترول استر الالكول على الاو اتش شبكت اسيد شبكت فاتي اسيد فكوليسترول مع فاتي اسيد يدي حاجه اسمها ايه؟ كوليسترول استر. الكلام ده انا قلته على السريع المره اللي فاتت بس انت ما خدتش بالك. فاكر لما خدنا الواكسز مش كان استر اوف لونج تشين فاتي اسيد مع لونج تشين الكول؟ فاكر اللانولين ما كان استر اوف كوليسترول؟ قلت لك الكوليسترول ده الكول لو شبكت فيه فاتي اسيد يدي واكسيد استر. فالكوليسترول عنده او اتش في رقم 3 ولكن الكوليسترول استر في الاو اتش شبكت ينال ايه؟ فاتي اسيد. حلو الكلام. طب عايز اعمل له اكسكريشن. يعني كلمه اكسكريشن اخراج. عايز اتخلص منه. بتخلص منه ازاي؟ قال لك 50-50 50% يتحول الى بايل سول املاح الصفراء وده في الليفر. الليفر بياخد الكوليسترول يصنع منه ايه؟ بايل سول. والبايل سول دي تنزل في الانتستين ومنها الى الستول في البرونز. يبقى ده 50% الليفر خد من الدم ايه؟ كوليسترول وحول الكوليسترول الى بايل سول. البايل سول املاح الصفراء دي بتتخزن في المراره ومن المراره تروح نازله فين؟ على الانتستين. ومن الانتستين على ايه؟ على الستول. ده كام ده؟ 50%. 50% الباقيين بيحصل لهم ريدكشن باي ذا انتستينال بكتيريا. يعني ايه ريدكشن؟ اختزال. هعمل ريدكشن لايه؟ للدبل بوند اللي ما بين 5 و6. ما دي فيها دبل بوند. لو حطيت اتشتين وشلت الدبل بوند اللي بين 5 و6 ما يبقاش اسمي كوليسترول. يبقى كوليسترول زايد اتشتين فاسميه داي هيدرو كوليسترول. اسمه ايه؟ داي هيدرو كوليسترول. او ممكن اسميه اسم تاني كوبروستانول. يبقى اسمه داي هيدرو كوليسترول او اسميه ايه؟ كوبروستانول. ومش هما كوبرو؟ مش خلاص كوبرو؟
بما انهم كبروا يبقى برضو ينزلوا في الاستول. خلاص كبروا خلاص يبقى ينزلوا في الاستول. يبقى الاكسكريشن 50-50 50% عن طريق الليبر يتحول لبايل سولت ينزل فين؟ في الاستول. 50% يحصل له ريدكشن ويتحول لمركب اسمه داي هيدرو كوليسترول او كوبروستانول. وهم كبروا خلاص كبروا بما انهم كبروا برضو ينزلوا في الاستول. قول يا عصام هما نفس الحاجه بس لهم اسم. يبقى داي هيدرو كوليسترول او كوبروستانول ينزلوا فين؟ في الاستول. اهم ما في الموضوع وسؤال نظري لا ولم ولن يخلو منه امتحان importance او function of الكوليسترول. اكتب نظري 2020 لازم يجي في الامتحان. في سؤالين في الليبت written لا يخلو منه امتحان. الفش اللي هو importance of phospholipid والباشا ده importance of الكوليسترول. ايه اهمية الكوليسترول؟ رقم واحد synthesis of bile salt. ده فين ده؟ فين ده؟ الليفر. الليفر بيحول الكوليسترول الى ايه؟ الى بايل سولت. رقم اتنين synthesis of steroid hormones. ده في الجونادز والادرينالز. ايه الجونادز؟ تيستس وفرز اسحى يا بايز. ايه الادرينالز؟ الادرينال جلاند اللي اسمها الكزارية. يبقى الغدد الكزارية وكمان التستس والأوفرز المبيض والخصية دول اللي بيصنعوا استرويد هرمون. بيصنعوا منين؟ من الكوليسترول. بحب الطالب الذكي، انا بموت في الطالب الذكي، يعني عينيه بتلمع وبتشع ذكاء كده. قال لي دكتور ما خلصانه خلصانه بدرجه خرزان. قلت له ازاي يعني؟ يقول لي مش الكوليسترول ده استيرول؟ قلت له قال لي يعني اول نوع في الاسترويد؟ قلت له قال له هو بيصنع باقي الانواع اهو بايل سولت وسترويد هرمون. انت معايا؟ يعني هو اول نوع الكوليسترول ده اول نوع ده السيرول ومنه اصنع باقي الانواع. منه اصنع بايل سولت ومنه اصنع استرويد هرمون. يبقى هو اول نوع في الاسترويد ومنه نصنع الباقيين. نصنع البايل سولت ونصنع الاسترويد هرمون. البايل سولت يصنع فين؟ ليفر. والاسترويد هرمون تصنع فين؟ جونادز وادرينالز. التالتة دي بقى ايه؟ نارية مصرية صناعة محلية. يقول لك موجود في السيل ميمبرين and moderates. كلمة moderates يعني regulates يعني ينظم. moderates membrane fluidity ينظم الفلويديتي بتاع السيل ميمبرين. كلام ده هيستولوجي وانت خدته في الهيستولوجي والكلام ده غاية في الامان. تعالى نفسره لك بقى on biochemical basis. والسؤال ده بيجي اكسبلين. يقول لك اكسبلين why كوليسترول ريجوليتس ميمبرين فلويد. هو السيل ميمبرين وان لاير ولا باي لاير؟ فوسفوليبيد باي لاير. ادي لاير وادي لاير. وساعات الباشا الكوليسترول مركب كبير 27 كربونه جاي في النص كده ما بين التو لايرز بهذا الشكل اهو. والمفروض ان الكوليسترول ده بينظم الممبرين فلويديتي. ركز معايا بقى عشان اشرح لك بطريقه حلوه قوي 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 قوي. يقول لك سي ان الخليه اللي فيها السيل ميمبرين ده الفلويديتي بتاعتها الطبيعيه 50% ده الطبيعي ده خلقت ربنا ايه 50%. بس الخليه دي مش موجوده في وسط واحد ده ممكن تنتقل من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان فممكن تتعرض لاختلافات في درجه الحراره. فتعالى نفترض الخليه دي راحت في مكان ليه هاي تمبريتشر يعني حراره عاليه. هو المفروض الحراره العاليه تزود ولا تقلل الفلويديتي؟ تزود. هو مش السيل ميمبرين ده ليبيد وبروتين؟ يعني السيل ميمبرين فيه دهون والدهون دي لو حطيتها على النار يحصل لها ايه؟ يسيح. معلقه زبده حطها على النار تبقى ميه. فالمفروض الهاي تمبريتشر الحراره العاليه تزود ايه؟ الفلويديتي. يقول لك الكوليسترول بقى وجوده مش هيخلي الفلويديتي تزيد ده هيخليها تقل بس مش تقل عن الطبيعي تقل عن المفروض تكون عليه ان ابسنس اوف الكوليسترول. بمعنى ركز معايا هي الطبيعه بتاعها كام؟ 50. لما رحت درجه حراره عاليه
لو ما فيش كوليسترول، لو ما فيش كوليسترول المفروض تبقى 80. ده لو ما فيش كوليسترول. قال لك وجود الكوليسترول مش هيخليها تزيد، هيخليها تقل، بس مش عن الطبيعي، عن المفروض تكون عليه الابسنس اوف كوليسترول. يعني بدل ما تبقى 80 هيخليها 55%. هل كده وجود الكوليسترول قللها عن الطبيعي؟ لا. ولا قللها عن المفروض تكون عليه الابسنس اوف كوليسترول؟ قللها عن المفروض تكون عليه ان ابسنس اوف كوليسترول. لو ما فيش كوليسترول كانت وصلت 80%، بس وجود الكوليسترول خلاها كام؟ 55%. ليه؟ ركز معاك. يقول لك الفوسفوليبيدز دي متشبكه مع بعض بروابط بنان كوفيلنت فورسز. فهمت ازاي؟ لما ارفع الحراره الروابط دي كلها ايه؟ تتكسر، والفوسفوليبيد يبقى فري، فيحصل له فري موفمنت، يتحرك ايه؟ براحته. لما يحصل له فري موفمنت الفلويد دي ايه؟ تزيد. طب الكوليسترول بقى بيعمل ايه؟ قال لك الكوليسترول بيمنع الفري موفمنت اوف الفوسفوليبيدز. يا جماعه بمعنى ايه؟ يجي الفوسفوليبيد يتحرك يروح خابط في الكوليسترول مع عمود خرسانه في السيلف برين، يخبط فين؟ في الكوليسترول. يبقى انا كده قللت الفري موفمنت اوف الفوسفوليبيد، قللت الفري موفمنت اوف الفوسفوليبيد. يبقى الفلويديتي مش هتزيد، هتقل، بس مش عن الطبيعي، عن المفروض تكون عليه ان ابسنس اوف الكوليسترول. بمعنى لو انت عندك يوم اجازه وانت مروح اتفسح كده وبتاع، انا اروح البول، اروح النادي وانزل البول، انزل حمام السباحه. في البول ده سيادتك هتلاقي في اتجاه جايه منه الميه، واتجاه بتتصرف منه الميه، والميه ماشيه بمنتهى الانسيابيه، في فري موفمنت لحركه الميه. لو انا عايز اغلس عليك وبطلع لك في احلامك، والدكتور عباس ده بحلم بيه، هو اللي معذبني الموديول ده، وعايز ابوظ عليك في صحتك، سايب الباور بتذاكر يا باي، رحت عملت لك عمود خرسانه في وسط البول، هلاقي الميه تيجي عند عمود الخرسانه وتخبط شويه، يروح يمين وشويه يروح شمال. انا كده العمود اللي في وسط البول ده عمل ايه في انسيابيه حركه الميه؟ قللها. نفس الكلام بالظبط بيعمله الكوليسترول. الحراره العاليه سيادتك كسرت الروابط ما بين الفوسفوليبيد، كل واحد بقى عنده ايه؟ فري موفمنت. كده اتحرك لقيت الخازوق اللي في النص اللي اسمه كوليسترول 27 كربونه، رحت خبطت فيه ومش قادر اتحرك تاني. يبقى كده الفلويديتي مش هتزيد، هتقل، بس عن الطبيعي ولا عن المفروض تكون عليه؟ عن المفروض تكون عليه. بدل ما كانت 80 هتبقى كام؟ 55%. طب الكلام ده لو في هاي تمبرشر، يعني في حراره ايه؟ اعلى. طب نفترض كده لو في حراره قليله، لو في لو تمبرشر، لو الحراره قليله المفروض الفلويديتي يحصل فيها ايه؟ تقل. لو جبت السمنه وحطيتها في الثلاجه تتجمد اكتر. يبقى في اللو تمبرشر يا جماعه المفروض الفلويديتي ايه؟ تقل. بدل ما هي 50% مثلا، لا دي هتقل يا عم. بدل ما هي 50 مثلا توصل لها 20%، بتقل الفلويديتي، بتقل. ده لو ما فيش كوليسترول. الكوليسترول بقى مش هيخليها تقل، هيخليها تزيد، بس عن الطبيعي ولا عن المفروض تكون عليه؟ على المفروض تكون عليه. بدل ما هي هتبقى 20، الكوليسترول هيخليها كام؟ 45%. يبقى علاها اهو، بس مش عن الطبيعي، على المفروض تكون عليه الابسنس اوف الكوليسترول. ليه بقى؟ يقول لك المفروض لما الحراره تقل سيادتك يحصل بوندنج او باكنج. عارف يعني كلمه باكنج؟ يعني اعبي، ادكك، الزقهم في بعض، يحصل باكنج للفوسفوليبيد، ويحصل ما بينهم روابط. اجي بقى في الحراره القليله اعمل باكنج للفوسفوليبيد، الاقي الخازوق قاعد في النص، فمنع البوندنج، منع الباكنج بتاع الفوسفوليبيد، وبالتالي الفلويديتي ما تقلش، دي تزيد، بس عن الطبيعي ولا المفروض تكون عليه؟ على المفروض تكون عليه. فلو لاحظت الطبيعي بتاع الفلويديتي 50%، وجود الكوليسترول حافظ عليها وذن النورمال، حافظ عليها وذن ايه؟ النورمال، حافظ عليها من 45 ل 55، فمنع الزياده الكبيره في الفلويديتي، ومنع النقص الكبير في الفلويديتي. يبقى لو انت ذكي الكوليسترول مش بيزود ولا بينقص الفلويديتي، الكوليسترول بينظم الفلويديتي، مش بيزود
ولا بينقص. هو بيعمل ايه؟ بينظم، بينظم، بيمنع الزياده الكبيره او النقص الكبير في الفلويديتي. الكلام ده هقوله تاني، الكلام ده هقوله تاني، الكلام ده هيجي في الامتحان. يقول لك اكسبلين واي كوليسترول مودريتس او ريجوليتس ميمبرين فلويديتي. بص يا فاشله هفكر ازاي. هقول ات هاي تمبرتشر المفروض، المفروض يحصل ايه؟ فلويديتي تزيد، او العكس بقى كوليسترول ديكريزز فلويديتي. ليه؟ اس كوليسترول بريفنت فري موفمنت اوف فوسفوليبيد، منع الفري موفمنت اوف مين؟ اوف الفوسفوليبيد. ات لو تمبرتشر المفروض يحصل ايه؟ فلويديتي تقل، او العكس كوليسترول انكريزز فلويديتي. اس كوليسترول بريفنت بوندنج او باكينج اوف الفوسفوليبيد. صعب يا جماعه. يبقى في الهاي تمبرشر منعت الفري موفمنت، وفي اللو تمبرشر منعت ايه؟ البوندنج. يبقى انا ما زودتش ولا قللت، انا نظمت الفلويديتي. لو الطبيعي 50% ورحت حراره عاليه كان المفروض الفلويديتي تزيد توصل 80، ده لو مفيش كوليسترول. لكن لو في كوليسترول لا مش هتزيد، دي هتقل بس مش عن الطبيعي، المفروض تكون عليه. بدل 80 بقت 55، اه قريب من النورمال. ليه؟ لان الكوليسترول منع الفري موفمنت اوف الفوسفوليبيد. طب لو في لو تمبرشر يا جماعه تقل، لو مفيش كوليسترول بدل 50 تبقى 20، ده لو مش موجود. لو موجود مش هتقل، هتزيد بس مش عن الطبيعي، المفروض تكون عليه. بدل ما 20 تبقى 45. ليه؟ منعت البوندنج، منعت الباكينج بتاع الفوسفوليبيد. يبقى الكوليسترول نظم، منع الزياده الكبيره او النقص الكبير، وحافظ عليها within النورمال رينج من 45 لغايه ايه؟ لغايه 55. اتفضلي يا فاطمه. علي صوتك قوي. ما بصي بقى، كان في سؤال يعني بيجي ويضايق الناس، مش هجيب الموضوع دايركت. قالوا ايه الفاكتورز ذات ريجوليت ميمبرين فلويديتي؟ لو قلت كوليسترول انت كده جاوبتي جزء من السؤال. السؤال ده لو اجابه هقول واحد تمبرشر الحراره بتنظم او بتاثر او بتافكت الفلويديتي، هاي تمبرشر تزود لو تمبرشر تقل، اليوسفا والصفا، الصفا تقلل واليوسفا تزود، وكمان الكوليسترول ملا فاكتور من الفاكتورز. الانساتوريتد ليها علاقة، والساتوريتد ليها علاقة، والحرارة ليها علاقة، وفي الاخر هو ليه قدرة على التنظيم. لو اديت حرارة 150 هيعمل ايه يعني؟ ما ليه قدرة في الاخر. فالصفة واليوسفة بتساعد برضو، بتأفكت الفلويد. فالسؤال ده لو جاي في الامتحان لازم تكتبه كده، اقولك فاكتورز ذات افكت ميمبرين فلويد، اكتبوا السؤال ده. انيوميريت فاكتورز that affect membrane fluidity. اكتبوا لك على البورد factors affect الممبرين فلويد. واحد التمبرشر يا جماعه، درجه الحراره، درجه الحراره بتاثر على فلويديتي. اثنين صفا، ثلاثة يوسفا، أربعة كوليسترول. كل دي عوامل تأثر على الفلويديتي في الميمبرين، درجة الحرارة والساتوريتد فاتي أسيد والأنساتوريتد فاتي أسيد وكمان الكوليسترول. والكوليسترول مش بيزود ولا بيقلل، ده بينظم، بينظم الفلويديتي. طب دي الوظيفة الثالثة، موجود في السيل ميمبرين ومهم للسيل ميمبرين فلويديتي. طب الوظيفة الرابعة، يقول لك الوظيفة الرابعة بصنع منه فيتامين دي 3، بصنع منه فيتامين اسمه فيتامين دي 3. تعال نشوف ازاي وبص معايا على البورد. يقول لك لو عندي اهو كوليسترول وعايز اصنع منه فيتامين دي 3، الكوليسترول ده بيروح الليفر، في الليفر اهو يلاقي انزيم اسمه 7 دي هيدروجينيز، اسمه 7 دي هيدروجينيز. يعني ايه كلمه دي هيدروجينيز؟ بيشيل هيدروجين، بيشيل هيدروجين من رقم 7
ويعمل دبل بون ما بين 7 و 8 يحط دبل بون دي اضافيه ما بين 7 و 8 فيديني مركب اسمه 7 دي هيدرو كوليسترول. مركب اسمه ايه؟ 7 دي هيدرو كوليسترول. ال 7 دي هيدرو كوليسترول ساب الليفر وراح الدم وساب الدم وراح اندر ذا سكين تحت الجلد. لما يروح تحت الجلد وسيادتك تتعرض لليو بي ار اللي هي الالترا فايلوت ريز الاشعه فوق البنفسجيه يتحول ال 7 دي هيدرو كوليسترول لفيتامين دي 3. لفيتامين دي 3 فيتامين دي اسمه كالسيفيرول وده نوع من فيتامين دي مصدره كوليسترول فبسمي فيتامين دي 3 كولي كالسيفيرول. ليه كولي؟ لان اصله كوليسترول اتصنع من الكوليسترول فاسمه كولي كالسيفيرول. نقولها تانية نقولها تاني. ساعات بتسمع ان الطفل ده عنده لين عظام خليه يتعرض لاشعة الشمس عشان اشعة الشمس دي هتخلي عظمه اقوى. مش بتسمع الكلام ده؟ ليه اشعة الشمس بتخلي العظم اقوى؟ اشعة الشمس تساعد في تكوين فيتامين دي 3 وفيتامين دي مهم لنمو العظام. ازاي بقى؟ ازاي اشعة الشمس بتصنع فيتامين دي؟ في جسمنا عندنا كوليسترول. الليفر بيجي عند الكوليسترول بنزيم اسمه 7 دي هيدروجينيز يشيل هيدروجين ويعمل دبل بوند ما بين 7 و 8. طيب اللي يتكون في الليفر ده واسمه 7 دي هيدرو كوليسترول ساب الليفر راح الدم. من الدم اتركز تحت ايه؟ تحت الجلد. لما الجلد يتعرض لليو في ار اشعه الشمس البنفسجيه انا بحول ال 7 دي هيدرو كوليسترول لفيتامين ايه؟ دي 3 وفيتامين دي 3 مهم لنمو العظام. انا بكرر السؤال ده 2020. السؤال ده جاي في الامتحان هيقول لي ايه الفانكشن او الامبورتانس اوف الكوليسترول. هو اول نوع من الستيرويد او هو اول نوع من الستيرويد ومنه هصنع الباقي. يعني هصنع منه بايل سول فين؟ في الليفر. هصنع منه استيرويد هرمون فين؟ جونادز وادرينالز موجود في السيل ممبرين ومودريت سيل فلويديتي وعرفنا ازاي. وهصنع منه فيتامين دي 2 صح؟ دي 3. ازاي الليفر ب 7 دايدروجينيز 7 دايدرو كوليسترول تحت الجلد باليو بي ار يتحول لفيتامين دي 3 اللي مهم لنمو العظام. لو زاد الكوليسترول مفيد ولا مضر؟ زياده الكوليسترول مفيد ولا مضره؟ مضره طبعا. عشان كده على فكره الاحسن ماكلوش. الاحسن انه ماكلوش خالص انه بيصنع في الجسم بكميات كفايه قوي فالاحسن ماكلوش. طب ايه الهازاردز؟ يعني كلمه هازاردز اضرار زيادته. انزل بالاسطمبه انزل بالشعار. الكوليسترول لما يزيد يعمل حاجه اسمها اثيروسكلروزيس اللي بتعمل كرونري هارت ديزيز مرضين انجينا ومايوكاردا انفاركت. مره كمان انا بتكلم على اخر نوع من الليبيد اسمه درايف ليبيد. كانوا نوعات خمسه فاكرهم؟ فاتي اسيد والكول وستيرويد وكاروتينويد وكمان فات سوليبل فيتامينز. هدرس حاجتين استيرويد وكاروتينويد. الاستيرويد اسمها استيرويد ليه؟ تحتوي على رينج تسمى استيرويد رينج اسمها العلمي سايكلو بنتانو دالهايدرو فينان 3. كام فيوز درينج؟ أربعة. أربعة. كام كربونة؟ 17. كلهم فيهم الاستيرويد درينك فاسمهم استيرويد. طب النظري الاستيرويد كام حاجة؟ ثلاثة اس تيرولز و بايل اسيد و استيرويد هرمون. استيرولز اول يعني الكول وستير يعني سوليد فاستيرولز معناها سوليد الكول على ثلاث اصناف. اللي في الحيوان اسمه زوستيرول واللي في الفطريات اسمه مايكوستيرول واللي في النباتات اسمه فايتوستيرول. مين يهمني اكتر؟ زوستيرول. من اشهر زوستيرول كم كربونه؟ 27 وعنده او اتش في رقم 3 ودبل بوند ما بين 5 و 6 اسمه كوليسترول. ايه البولدنج يونت؟ الستايل كوي اسمها الثاني اكتف اسيتيل. السورسز موجود فين؟ نيرفاس تيشو
وجونز واجيوك وكمان شريمز. البلازما كوليسترول اتصنع فين؟ في الليفر. النورمال ليفل 120 ل 200 اوليا بايز. التلتين في صورة اسمها كوليسترول استر والتلت في صورة اسمها. هو ايه الفرق بين الكوليسترول والكوليسترول استر؟ كوليسترول عنده او اتش برقم 3، كوليسترول استر شبكت في الاو اتش ايه؟ فاتي اسيد. طب اللي ذكي يبقى مين بولر ومين نام بولر؟ الكوليسترول بولر ولا نام بولر؟ بولر عشان في او اتش. طب الكوليسترول استر نان بولر عشان ضيعت الاو اتش. خليها في بالك، ده حاجة في الميتابوليزم دي. الكوليسترول في او اتش ليه بولاريتي حتى لو محدودة بس موجود، لكن الكوليسترول استر انا ضيعت الاو اتش اللي في رقم 3، يبقى الكوليسترول استر ده ايه؟ ده نام بولر. طب ايه الاكسكريشن؟ 50-50 ايرودينا، 50% في صورة اسمها بايل سولت عن طريق الليفر ينزل السول، و 50% ريدكشن يتحول سيادتك الى داي هيدرو كوليسترول او كوبروستانول، وفي الاخر برضو ينزل فين؟ في السول. الفانكشن سيادتك 4، هو اول استيرويد ويصنع الاثنين الباقيين، يصنع بايل اسيد فين؟ الليفر، ويصنع استرويد هرمون فين؟ جونادز وادرينال، وكمان موجود في السيل ممبرين، وبيزود ولا بيقلل الفلويديتي؟ بيقزم بيمودريت، وبصنع منه فيتامين دي 3. لو زاد الكوليسترول يعمل ايه؟ اثيروسكلروزيس وكروناري هارت ديزيز. بالذمه صح؟ لا كلام مفيش اسهل من كده. خلصنا النوع الاول اللي اسمه استيرول، وملغي عليكم النوع الثاني يعني البايل اسيد ده، وعليك خير ان شاء الله في سنه ثانيه في موديول الكارديو فاسكولار لما نروح تانية هتضمن عمره. يبقى باقي يا حبي ندرس الاستيرويد هرمون النوع الثاني. يلا يا حبي يلا ندرس الاستيرويد هرمون. ممكن هو عشان بنقسم اثنين فواحد منهم هذا. بقسم الاستيرويد هرمون نوعين، اسمع معايا. اول نوع اسمه 6 هرمون، والنوع الثاني اسمه 7 هرمون. يبقى 6 هرمون وايه؟ 7 هرمون. في حاجه اسمها 7 هرمون؟ لا في حاجه اسمها 7 هرمون. ما تركز اوقات قال لك 7 ايه؟ ما تعرف اكتر من الدكتور قال 7 يبقى 7. 6 هرمون، والنوع الثاني يسمى كورتيكويد. يبقى اول نوع اسمه ايه؟ 6 هرمون، والثاني اسمه ايه؟ كورتيكويد. 6 هرمون نوعين، اكيد نوعين. في نوع اسمه ميل 6 هرمون، يبقى الثاني اسم الله عليكم ايه الشطاره دي؟ عرفتوها لوحدكم ولا ايه؟ ايه ده؟ يبقى في ميل 6 هرمون، والنوع الثاني اسمه فيميل 6 هرمون. والمفروض بالاتيكيت والبرستيج يعني لما نيجي نبدا بالميل ولا بالفيميل؟ فيميل. ميل ولا فيميل؟ طبعا ميل، بلا فيميل مراجع عليك. الفيميل ايه؟ الرجال قوامون على النساء. ايوه يا واد كده جابت شويه هنخاف بعد شويه. فنبدا بالميل 6 هرمون، والميل 6 هرمون اسمهم اندروجين. اسمهم ايه؟ اندروجين. واندروجين يعني ايه يا زكريا؟ الهرمونات الذكريه. اسمهم كده الهرمونات ايه؟ الذكريه. اندروجين دول بتوع الصوت الخشن بقى وبتاع الحاجات المقرفه بتاعتنا دي. اندروجين زي واندروجين اعتز بنفسه. مين اهم اندروجين موجود في الجسم؟ يسمى تستوستيرون. اسمه كده تستوستيرون. ركز يا باي. اسمه ايه؟ تستوستيرون. واسمه تستو عشان طالع من التستس. طالع من التستس فاسمه ايه؟ تستوستيرون. لو عايز تحفظ 19 كربون، مش عايز مش مهم خالص.
خلصنا الميل سكس هرمون، تعالى على الجمال بقى والحلاوة بقى والتعب بلا ميل بلا زفت يا جدع. يلا بقى النوع التاني. ايوه بقى فيميل سكس هرمون دايما يا واد معذبنا ومغلبنا. اه والله العظيم والله مورينا الويل والله. الميل طيبين يا جماعة والله كيوت، مش زبنا مش احنا كيوت، هو نوع واحد بس اندروجينز وخلاص. يا اخي صعبين حتى في المذاكرة يا جدع، نوعين معقدين حتى في المذاكرة سبحان الله. بتعترف الحمد لله. نوع اسمه استروجينز والتاني اسمه بروجستيرون. نوع اسمه استروجين والتاني اسمه ايه؟ بروجستيرون. الاستروجين ده سيادتك ده اهم سكس هرمون عند الفيميل. يقول لك ده اللي بيخلي علي علية وحسن حسنية وسعد سعدية وشكري شكرية وحنفي حنفي فيش عارف ايه بس هو كده. اسمعنا وقف على دي ما تعرفيش يعني هي حنفي وقف. فأهم سكس هرمون عند الفيميل هو الاستروجين، وأهم استروجين يسمى استرادايول. لو قال لك خلاص يا بنيات خلاص يا بنيات، لو قال لك مين الموست امبورتنت استروجين، الموست امبورتنت استروجين يسمى استرادايول. داي يعني اثنين على فكره، فبسميه اي 2. الاسترادايول اسمه الثاني ايه؟ اي 2. خلي بالك الاندروجينز بتوع الرجاله بس موجودين بكميات بسيطه عند الستات، والاستروجين بتاع الستات بس موجوده برضو بكميات بسيطه عند الرجال، الحمد لله بسيطه يعني. اما البروجسترون ده سيادتك اسمه هرمون اوف ذا بريجننسي، ده الاقيه عند الرجاله؟ لا بص بقى اسمع عليا صح؟ بص احنا نسيق الارض ماشي، نغير كوافيل يجوز، نمسح طبقين ممكن، الا ده صعب ده ما ينفعش. ما بيقول لك الحياه مشاركه، انا اجيب عيل وانت تجيب عيل، اجيب انا منين انا عيلك؟ هو ربنا خلقهم كده. وللاسف البره في رجاله حاولت تعمل كده لك مساعده ايه، فبيحطوا اه والله بيحطوا الجنين في البريتون عشان يكبر في البريتون، فشل الحمد لله. اصل لو كانت نجحت يا واد كانت مسكت فيها والله، يقول لك انا مالك انا واحد وانت واحد. فالبروجسترون ده هو الهرمون اوف ذا بريجننسي يا ستات بس. خلي بالك خلي بالك، هي تونس عاصمتها ايه؟ تونس. والكويت عاصمتها ايه؟ الكويت. واهم بروجسترون هو البروجسترون، يعني العيله اسمها بروجسترون، واهم فرد في العيله برضو اسمه ايه؟ بروجسترون. الكلام بيجي ازاي في الامتحان ام سي كيو؟ يقول لك the most important androgen is اختار تستوستيرون. ركز بقى معايا، the most important estrogen is اختار استرادايول، the most important progesterone is بروجسترون. الناس اللي بتحب تذاكر الاستروجين 18 كربون، البروجسترون 21 كربون. حفظت حفظت ما حفظتش مش مشكله كبيره يعني. طب تعالى نشوف النوع الثاني من الاستيرويد هرمون اسمه كورتيكويد. اسمه كده كورتيكويد. ايه القصه؟ مين شاطر وياخد 500 جنيه حالا اللي يقول لي دي اسمها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ايه الشطاره دي؟ تفتكروا حضراتكم دي الكدني صح؟ بس يا بابا ذكر ما قلت لك القصه زمان ده ما نسيته ولا ايه؟ ايوه امال ايه؟ في فوق الكدني كده في جلاند بسميها سوبرا رينال لانها فوق الكليه، بالعربي بسميها الفوق كلويه، اسمها كده الفوق كلويه. ساعات بتضل الطريق ومش بتبقى فوق، بتبقى جنب الكليه، بسميها اد رينال. كلمه اد يعني بجوار او الجار كلويه. ورحت مريح نفسي مية غبيه، ساعات فوق وساعات بجوار، ساعات فوق كلويه وجار كلويه، رحت مريح نفسي ومسميها الكظريه. انا هقعد ادور على مكانك انت فين؟ تمام يبقى اسمها سوبرا رينال صح، ادرينال صح، الاثنين صح. مكونه من حاجتين، مكونه من مضله
مضلة يعني نخاع. المضلة دي بتطلع ايبي نفرين ونور ايبي نفرين. كبرك من الكلام. انت عارف كلمة ايبي يعني ايه؟ ادرينالين. ايبي يعني فوق. ونفرين يعني كلية. فايبي نفرين يعني اللي جاي من فوق الكلية. ايبي نفرين. اه والله العظيم. شفت ازاي؟ العلم نور والله. ايبي نفرين. او ساعات بسميه ادرينالين. لغة من الادرينال مضلة. فاسمه ادرينالين. طب دي المضلة. اللي بره دي اسمها كورتكس قشرة بتطلع مجموعة من الهرمون. الهرمون اللي طلع من الكورتكس سميتها كورتيكويدز. يبقى عرفت ليه اسمهم كورتيكويدز؟ طلعين من الادرينال ايه؟ كورتكس. نوعين يا جماعة من الكورتيكويد. نوع مخصص للجلوكوز فبسميهم جلوكو كورتيكويدز. ونوع مخصص للمينرال فبسميه مينرالو كورتيكويد. يبقى كورتيكويد نوعين. نوع بتاع الجلوكوز سميته ايه؟ جلوكو كورتيكويد. ونوع مخصص بالمينرال صوديوم وبوتاسيوم سميته ايه؟ مينرالو كورتيكويد. الجلوكو كورتيكويد اشهر واحد يسمى كورتيزول. اكيد تسمع عنه. ده حتى كان بيزود تصنيع اللنج سيرفكتنت. صح؟ كورتيزول. ما كورتيزول هو الاستيرويد. والمينرالو كورتيكويد زي واحد برضو مشهور يسمى الدوستيرون. يبقى في الامتحان هيقول لي مين الموست امبورتانت جلوكو كورتيكويد؟ اقول له ايه؟ كورتيزول. طب مين الموست امبورتانت مينرالو كورتيكويد؟ الدوستيرون. اللي بيحب يذاكر الكورتيكويد 21 كربون. مش مهم برضو تعرف يعني كام كربون. يبقى الكلام ده كله انيومريت. يقول لي انيومريت وان امبورتانت اندروجين. اقول له ايه؟ تستوستيرون. انيومريت ذا موست امبورتانت استروجين. استرادرون. انيومريت ذا موست امبورتانت جلوكو كورتيكويد. كورتيزون. انيومريت ذا موست امبورتانت مينرالو كورتيكويد. الدوستيرون. وهكذا. يبقى خلصنا الستيرويد. سواء سيادتك خدنا اهو الستيرويد والبايل اسيد ما كانش معانا وخدنا الاستيرويد هرمون. اخر كلمه في هذا الشابتر النوع الثاني بقى من الدرايف ليميت يسمى كاروتينويد. اسمه يا حبي كاروتينويد. اول كلمه تعرفها they are soluble pigments. صبغات تذوب في الماء. هو الكلام ليه؟ اعرف الكلام ليه؟ وعشان كده بقول لك هما مش ليبت. مش قلنا خصائص الليبت انسوليبل ان الوتر دي بقى بت. معنى قلنا هي مش ليبت بس موجوده مع دون ايه؟ في الطبيعه. زي سوليبل بيجمنت وايدلي ديستريبيوتد ان النيتشر. موجوده في النيتشر بصوره كبيره جدا. لونها يتراوح من يلو الى ريد وما بينهما. يعني الدرجات بتاعتهم يعني اورنج شغال. لونهم يتراوح من يلو الايه؟ تريد. موجودين بكثرة في البلانت وفي الانيمال. نباتات وحيوانات. البلانت اختار اي حاجة لونها يلو او ريد او ما بينهما. ينفع اقول اورنج توميتو ابل كاروت. لونه اورنج. ده عشان كده حتى اسمهم كاروتينويد. بس يا رقاصة بس خلاص احمد عصام الرقاصة خلاص دي سيبته. كل ما تتكلم رقاصة على طول. ابريكوت يعني كلمة ابريكوت يعني ايه؟ ابريكوت المشمش. يحتوي برضو على كربون. اي حاجة لونها اصفر او احمر. طب انيمال زي ايه؟ قال لك زي الملك. مين حريف ملك؟ يعني مين بينه وبين الملك قصة عشق؟ في حد اسمك ايه ولا؟ محمد. محمد ساعات الملك يبقى ابيض قوي وساعات يبقى مصفر. بقى في فرق؟ الاصفر. ايه الفرق؟ اصفر بقى حليب بقى. حليب عادي وحليب بقى. العيال ده بيجيبوا منين يا اخي؟ ده ايه؟ ده حليب يا
مجفف وصمة في المجفف لا لا الدسم موجود كورتي نوت حقه الملك بيجي من حاجتين جمل يما من كاو يما من بافلو عارفين بافلو ايوه البافلو ميلك بيبقى الكاروتينويد فيه بسيطه قوي بيبقى الحليب ابيض والحليب ده بيتعمل منه زبده تبقى زبده بيضة لا زبده بيضة دي جايه من بافلو لكن سيادتك الكاو ميلك مليان كاروتينويد ده بيبقى مصفر شويه ولو اتعمل منه زبده تبقى زبده صفرا شفت ازاي اسمع معايا يبقى الملك يحتوي على كاروتينويد ايه كمان الايج يوك الايج يوك صفار البيضة هو صفاره البيضتي ابيضا ام ابيض اصفر اصفر ليه اصفر بقى عشان فيه كاروتينويد كمان الانيمال فات هو ليه الدهون مصفرة ليه الدهن مدي على اصفر عشان فيه كاروتينويد عندي نوعين من الكاروتينويد نوع اسمه كاروتينز ركز معايا بايظ والتاني زانسوفينز اسامي واحد اسمه كاروتين والتاني اسمه ايه زانسوفين اهم بقى في الموضوع الفانكشن ايه الفانكشن اوف الكاروتينويد يعني تعرف في الحته دي الفانكشن وبس الفانكشن وايه وبس ايوه هي بحروف كلمه بس بس الفانكشن وبس البي هقول بريكيرسر اوف فيتامين اي مش بس الدنيا بايظ لا بس بتاعتنا بريكيرسر اوف فيتامين اي هو يعني بريكيرسر مصدر هو مصدر فيتامين اي في جسمي وفيتامين اي ده يا بايظ از امبورتنت فور الفيجن مهم ليه للنظر عشان كده كنا بنقول لك ايه الجزر بيقوي النظر الجزر فيه كاروتينويد بيديني فيتامين اي وده امبورتنت فور الفيجن كمان النورمال ديفلوبمنت النمو الصحي ايه كمان شغال انتي اوكسيدنت مضاد للاكسده هو اتضع دلوقتي يا جماعه ان بيطلع في جسم نركز بقى شويه عوامل مؤكسده اسمها اوكسيدايزنج ايجنت دي لها علاقه بالايجنج تقدم سن فكل واحد بيبقى عنده العوامل دي كتير سنه يتقدم يحس بالشيخوخه عشان كده اقول لك ايه اشربي كوبايه شاي اخضر كل يوم دي انتي اوكسيدنت تخليك كده شباب العمر كله فالانتي اوكسيدنت مضره تعمل ايجنج شيخوخه تعمل كمان كانسر تعمل سرطانات فاي حاجه يا فاشله اسمع معايا انتي اوكسيدنت يبقى كده بتقلل الكانسر وبتمنع الايجنج فهو عشان كده بيمنع الكانسر كمان الاس بتستيميوليت يعني تنشط الاميون ريسبونس يعني تنشط المناعه الكاروتينويد وظيفتها انها تنشط ايه المناعه يبقى اتفقنا هنعرف الفانكشن وايه وبس البي هقول بريكيرسر اوف فيتامين اي والاي انتي اوكسيدنت والاس استيمولييت الاميون ريسبونس اقفل الشابتر ده للابد وتعالى شابتر جديد علينا سعيد بروتين وامينو اسيد كيمستري بس نعرف لا يا راجل بقول بس عشان بس كده يلا بينا هذا الامانه بس هذا صعب عن زيد هي اللي بلشت يلا يا جماعه الفالس احنا عندنا 16 دخلنا في الفالس الفالس بروتين اند امينو اسيد كيمستري نبدا يلا والشابتر ده مقسوم نصين النص الاولاني بيتكلم كيمستري اوف البروتين والنص الثاني كيمستري اوف الامينو اسيد ركز معايا يلا ركز معايا تعالى انا اعرف البروتين لو اعرف البروتين هقول دي ار اورجانيك كومباوند مواد عضويه كربون وهيدروجين واكسجين الواد قال لي يا سلام عليك يا دكتور ما الكربوهيدرات
انت قلت لي اورجانيك كومباوند والليبيد قلت لي اورجانيك كومباوند البروتين نفس الكلام ايه الفرق؟ الفرق ان البروتينز تحتوي على نيتروجين لازم يكون نيتروجين الكربوهيدرات فيها او ما فيهاش نيتروجين عادي الليبيد فيها او ما فيهاش عادي لكن ما ينفعش البروتين يبقى بروتين without نيتروجين فالبروتينات نيتروجينس كومباوند يا بنت اصحي يا بنت اصحي اغسلي وشك وتعالى يا بنت ما لا اقول لك اصحي فوقي انا نايمه خالص فعديت اغسل وشك يلا اغسلي وشك وتعالى او خدي شاور حتى اي حاجه تفوق وخلاص يبقى البروتين اورجانيك كومباوند كونتيننج نيتروجين فيها نيتروجين ده سؤال هو ايه السيمبل يونت اوف البروتين وما كانش ينفع ابدا 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 ادرس البوليساكرايد من غير ما اعرف المونوساكرايد ما كانش ينفع ابدا ادرس السيمبل ليبيد من غير ما اعرف الفاتيات وهنا برضو ما ينفعش ابدا ادرس البروتين من غير ما اعرف السيمبل يونت اللي اسمه ايه امينو اسيد يلا مع بعضينا كده نتكلم على الامينو اسيد والكلام ده متكرر احنا بدأنا فيه في موديول 105 شوية كده عشان نعرفك يعني كلمة بروتين الامينو اسيد هو السيمبل يونت اوف اني بروتين تعال يا دعوة ديك لف يا بول ترزع عين يلا هتكلم عن حاجتين مش عايز صوت بقى خالص بقى اول كلمة هما كام امينو اسيد تدخل في تصنيع البروتين واحد قال لك هما 20 امينو اسيد داخلين في تصنيع البروتين عدتهم واحد واحد امينو اسيد امينو اسيد واحد تاني قال لا 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 عدتهم انا احسن منك ما طلعوش 20 لقيتهم 19 قال له بجد 19 واحد اسمهم امينو اسيدز قال له ما الواحد الناقص ده طلع ايه قال لك ما انت خايف ما طلعش امينو ده طلع ايمينو اسيد قال له علمني ده العلم نور هو ايه الفرق ما بين كلمه امينو وكلمه ايمينو قال لك امينو اصل فيه ان اتش 2 امينو جروب فاللي فيه ان اتش 2 يعني امينو جروب هسميه امينو اسيد الوحيد ده ما فيهوش ان اتش 2 ده في ان اتش في ايمينو جروب والوحيد اللي اسمه ايمينو اسيد وفي ايمينو جروب يسمى برولين يبقى الوحيد اللي ايمينو اسيد اسمه ايه برولين ده الايمينو اسيد الوحيد طلع واحد تاني قال له يا نان انت قلت كام قال 20 وانت قلت كام 19 قال له انت غلط وانت غلط ده انا عديتهم طلعوا 21 انت بتزود قال اصل في واحد تم اكتشافه حديثا ويسمى ذا 21st امينو اسيد وهذا ال 21st امينو اسيد هو سيلينو سيستين اسمه ايه سيلينو سيستين وموجود في الاستراكشر اوف البروتين طب لو سالني في الامتحان هقول 20 ولا 19 ولا 21 هقول 20 لو قال لي كلهم امينو قال له لا 19 امينو وفي واحد ايه ايمينو لو قلت له 20 وقال لي 20 بس اقول له لا ده في واحد اكتشفناه حديثا واسمه ال 21st امينو اسيد ويسمى سيلينو سيستين ايه يعني ماشي ايه المشكله بقى بحفظك ايه المشكله لا ما كيف لو قال لي 20 بس اقول له لا في واحد تم اكتشافه حديثا انتوا مش فاهمين عايز ايه خلاص يا جماعه هو 20 هيسالني كام 20 20 كلهم امينو اسيد اقول له لا 19 امينو واحد ايمين قلت 20 قال لي 20 بس اقول له لا ده في واحد كمان اسمه 21st امينو اسيد سيلينو سيستين مش كيميا هي الكلام سهل هو هكتب لك ايش كمان يبقى خلصنا اول حاجه ليا ايه النمبر الحاجة التانية الجنرال فورمولا الصيغة العامة نهدى يلا يقول لك الصيغة العامة بتاع أي أمينو أسيد بتيجي من الكورسبوندينج فاتي أسيد من الفاتي أسيد المقابل لسه مخلصين كلمة فاتي أسيد والفاتي أسيد الصيغة العامة بتاعته كانت R CH2 COOH ده اسمه فاتي أسيد
وكنا خدنا ان اول كربونه ورا الكربوكسيل اسمها ايه؟ الفا كربون. يبقى ده اسمه فاتي اسيد. اشمل فاتي اسيد اعمل امينو اسيد، ده بيحصل باي ريبليسمنت. يعني ريبليسمنت استبدال اوف اتش فروم ذا الفا كربون باي امينو جروب. يعني هاجي على الالفا كربون اللي هي سي اتش 2 اروح شايل منها ايه؟ اتش، ومكان الاتش احط امينو جروب. يعني الشكل هيبقى كده ار سي اتش سي او او اتش، والاتش اللي شلتها احط مكانها ايه؟ امينو جروب. وبالتالي يتحول بقدره قادر الفاتي اسيد الى امينو اسيد. فلو سالتك الصيغه العامه بتاع اي امينو اسيد عباره عن ار سي اتش ان اتش 2 سي او او اتش. لو قلت لسيادتك بص وبحلق في الصيغه العامه، بحلق بحلق كمان، بحلقت كمان بحلق تاني، وقول لي في الصيغه العامه في كام كربوكسيل؟ ودي اسيدك ولا بيزك؟ اسيدك. اسيدك دي مجموعه حمضيه. وفي كام امينو؟ واحده. ودي اسيدك ولا بيزك؟ بيزك. يعني في الصيغه العامه الامينو اسيد في واحده كربوكسيل اسيدك وفي واحده امينو بيزك. فثيوريتيكالي نظريا يعتبر الامينو اسيد نيوترال. وخلي بالك يا بايز انا قلت ايه؟ نظريا وليس عمليا، عمليا حاجه ثانيه، لكن نظريا يعتبر ايه؟ نيوترال، عشان في واحده كربوكسيل اسيدك وواحده امينو بيزك. الحاجه الثانيه يقول لك الجزء ده اللي هو ال CH NH2 COOH ده ثابت ولا يتغير في جميع الامينو اسيد، لكن المتغير من امينو اسيد الى اخر الار ممكن يبقى H، ممكن يبقى كربونه، ممكن يبقى 2، ممكن يبقى 5، ممكن يبقى اكتر. اللي ثابت في كل امينو اسيد ال CH NH2 COH. ركز يا بايز، المتغير من واحد للتاني مين؟ الاخر. طب ادي الامينو اسيد، ازاي بشبك الامينو اسيد مع بعض عشان ابني بروتين برابطه تسمى بيب تايد بوند. بوند اسمها يا جماعه بيب تايد بوند. تعال نشوف، لو هرسم امينو اسيد اهو NH2 CH COOH ودي R1 وجنبه NH2 CH COOH ودي R2، ده امينو اسيد وده امينو اسيد، وعايز اشبك الاثنين مع بعض ببوند اسمها بيبتايد. عشان اشبك حاجه مع حاجه ده يا دكتور اسمه كوندنسيشن، شبكت حاجه مع حاجه. والكوندنسيشن بيحصل باي ريموفال اوف ووتر، لازم اشيل ايه؟ ميه، والميه او اتش و اتش. فيقول لك باجي عند الكربوكسيل جروب اوف وان امينو اسيد واشيل او اتش، واجي عند الامينو جروب اوف ذا سكند امينو اسيد اروح شايل ايه؟ اتش. فشلت او اتش و اتش يعني شلت ايه؟ ميه. اروح شابك السي او مع الان اتش والبوند دي تسمى ايه؟ بيب تايب. والناحيه دي امينو اسيد والناحيه دي امينو اسيد، اشبك امينو اسيدز كتير جنب بعض يبقى عملت المركب الكبير اللي اسمه ايه؟ بروتين. مره كمان البرو ده مقدمه، حاجات سهله وبسيطه تفيدنا في الشابتر. اتكلمت على السيمبل يونت اوف بروتين، ايه هي السيمبل يونت اوف بروتين؟ امينو اسيد. اتكلمت عن نقطتين، عدد وصيغه عامه او جنرال فورمولا. العدد واحد قال لك كام؟ 20. الثاني قال لك لا 19 اسمهم امينو وواحد اسمه امينو، من الوحيد اللي امينو برولين اسمه ايه؟ برولين. ده في ان اتش جروب اللي هي امينو جروب، الباقيين فيهم امينو جروب اللي هي ان اتش 2. طب واحد ثالث قال لك لا لا دول 21، لان ال 21st امينو اسيد اللي اكتشفناه يسمى ايه؟ سيلينوسيستيز. الحاجه الثانيه اللي اتكلمت عليها صيغه عامه جنرال فورمولا، بنجيب الصيغه العامه من الفاتي اسيد المقابل، الفاتي اسيد ار سي اتش 2 سي او اتش، عشان اجيب منه امينو اسيد بعمل اديشن ولا ريبليسمنت؟ ريبليسمنت اوف او اتش من اوف ريبليسمنت اوف اتش من الالفا كربون باي ايه؟ باي امينو جروب. وبالتالي الصيغه العامه بتبقى ار سي اتش ان اتش 2 سي او او اتش. عديت كام كربوكسيل؟ واحده ودي اسيدك، وكام امينو؟
واحدة ودي بيسك فثيوريتيكالي نظريا يعتبر ايه نيوترال. ايه اللي ثابت وايه اللي متغير؟ ال CH NH2 COOH ثابتة في كل الامينو اسيد، والمتغير من امينو اسيد لاخر هو مين؟ هو ال R. لو حبيت اشبك امينو اسيد مع امينو اسيد ببوند اسمها بيبتايد، ودي اسمه كوندنسيشن، وبيحصل باي ريموفال وفوتر من الكربوكسيل اشيل او اتش وبالامينو اشيل اتش واشبك الاثنين مع بعض بيبتايد بوند. كل ده مقدمة. نبدأ النصف الاول اللي بنتكلم عن الكيمستري اوف الامينو اسيد، وانا وعدتك وعد ووعد الحر دين علي. اول صفحة في اي شابتر كيمستري بناخد حاجة اسمها ايه؟ كلاسيفيكيشن. فهناخد كلاسيفيكيشن اوف ذا امينو اسيد، وعشان هم 20 اشوف في كيوب، يعني مش واحد ولا اتنين، ده 20. مش كلاسيفيكيشن واحدة، دول اربعة. أربعة classification according to the chemistry, according to the polarity, according to the nutritional importance، وكمان according to the metabolic feed. أربع تقسيمات للأمينو أسيد. مش عايز صوت يا طبيبة، دكتورة ليه ده شوية؟ يلا بينا. chemical classification of the amino acid. اول تأثير نبدأ. اول تأثير يلا chemical classification of the amino acid. جنب كلمة chemical classification حطينا الصيغة العامة. الدكتورة شاطرة تعرف تقول لي ايه الصيغة العامة بتاع الامينو اسيد؟ مليني قولي كده. R CH NH2 COOH. وعدينا كام كربوكسيل طلعوا؟ واحدة. وكام امينو طلعوا؟ يا دكتور تعالي اقعدي، تعالي تعالي اقعدي هنا شاطر. هذا عظيم. اه يا عظيم شاطر. اكبر عقاب للتمهيد عن ساعتين. عظيم يا شاطر. ساكتة كده هادية، برافو عليك، شطورة والله. لايك كيوت خالص وشطور. فبصيت في الصيغة العامة. كام كربوكسيل لقيتها ايه؟ واحدة. ودي اسيدك. ليه ده بقى مش صغيرين احنا. وكام امينو؟ واحدة. ودي ايه؟ بيسك. فثيوريتيكال يعتبر نيوترال. قال لك according to the chemistry انا قسمت الامينو اسيد الى ثلاثة انواع. اول نوع سميناه اليفاتيك، والنوع الثاني سميناه اروماتيك، والنوع الثالث سميناه هيتروسايكليك. يبقى اليفاتيك واروماتيك وهيتروسايكليك. كلمة الفاتيك يعني كوتين نو رينج، لا يحتوي على حلقات. خلاص يا جماعة. وكلمة اروماتيك يعني عطري، يعني كوتين بنزين رينج، يحتوي على حلقة بنزين. وكلمة هيترو سايكل، هيترو مختلف وسايكل يعني حلقة، فيحتوي على حلقة لكنها ليست بنزين. فالفاتيك كوتين نو رينج، اروماتيك كوتين بنزين رينج، هيتروسايكليك كونتين رينج راذر ذان ذا بنزين رينج. يبقى ده معنى كلمة اليفاتيك، ومعنى كلمة اروماتيك، ومعنى كلمة هيتروسايكليك. نبدأ بالنوع الأولاني اللي اسمه اليفاتيك. عندي منه نوعين، نوع سادة ونوع زيادة. مش قهوة هي يا دكتور. وفال يعني ايه سادة ويعني ايه زيادة؟ الفاتيك سادة يعني الامينو اسيد زيه زي الصيغة العامة، واحدة كربوكسيل وواحدة امينو من غير اضافات، سادة. لكن كلمة الفاتيك زيادة يعني في حاجة زيادة على الصيغة العامة، زيادة او اتش، زيادة سلفر،
زياده كربوكسيل كمان، زياده امينو كمان، في حاجه زياده على الصيغه العفو. ده معنى كلمه زياده ومعنى كلمه زياده. تعال نبدا باول نوع اللي اسمه اليفاتيك ساده. اليفاتيك ساده زي مين؟ زي اصغر امينو اسيد. الكلام ده حافظينه 105. اصغر واحد هو جلايسين. ليه الجلايسين هو اصغر امينو اسيد؟ الار بتاعته عباره عن اتش، ودي اصغر اتوم في الدنيا، مفيش اصغر من اتش، وبالتالي الجلايسين هو اصغر امينو اسيد. يبقى الفاتيك ساده اصغر واحد اسمه ايه؟ والتاني يا الاء الانين. اسمه ايه يا الاء؟ الانين. وعندي جروب اسمه برانشد تشين امينو اسيد، اسمه كده برانشد تشين امينو اسيد. يعني ايه يا محمد يا ايهاب برانشد تشين؟ لو كربونه شبكه مع كربونه شبكه مع كربونه سطر طويل كده، ده اسمه لينير او ستريت تشين. لو عندي زيادتك فرع من الكربونات اضافي ده اسمه ايه؟ برانشد تشين. فالثلاثه دول اصحاب مع بعض على طول، ما بيسيبوش بعض، وفيهم برانشنج فاسمهم برانشد تشين امينو اسيد. ثلاثه اصحاب، واحد اسمه فالين والتاني ليوسين والتالت ايزوليوسين. قول معايا مين برانشد تشين امينو اسيد؟ فالين واليوسين وايزوليوسين. حلو الكلام. خلصنا الاليفاتيك الساده. تعالى يا حبي للزيادة. الفاتيك زيادة. هزود ايه على الصيغة العامة؟ قال لك ممكن ازود او اتش، ودي اسمها هيدروكسيل جروب. اسمها يا جماعة هيدروكسيل جروب. فالزيادة او اتش اسمهم هيدروكسي امينو اسيد. اسمهم يا جماعة هيدروكسي امينو اسيد. زي مين يا شيرين؟ سيرين. سيرين سيرين. فهيدروكسي امينو اسيد زي سيرين. ويقول لك سيرين ده الاصلي، سيرين ده الياباني. الصين بتحب تقلد، والصين لما تقلد امينو اسيد بتحط قبل اسمه المقطع هومو. فلو السيرين ده الاصلي الياباني، الصين التقليد اسمه ايه؟ هومو سيرين. ولو هصنع بروتين هاخد الاصلي ولا التقليد؟ اصلي. يبقى السيرين يدخل في تصنيع البروتين، والهوموسيرين لا يدخل في تصنيع البروتين. ليه؟ عشان هنعرف بعد شويه. دول اتنين، اللي جاي رقم ثلاثة، وثلاثة يعني 3، فاللي جاي اسمه ثريونين. ألف سلامة. إن شاء الله عدوينك يا رب. إن شاء الله اللي يكرهك. ألف سلامة. ريلا. اوعى بس تكوني كنت نايمة وواخدة بالكرسي. أزعل من نفسي والله أنت في وشي. كنت فعلا اوعى اوعى وتنامي. يبقى لو قلت لك مين هيدروكسي أمينو أسيد سمعني. أول واحد اسمه إيه؟ والتاني والتالت تريوني. طيب في الفاتيك زياده، بس زياده سلفر. الفاتيك زياده بازين سلفر كبريت يعني. ركز يا فاشل يا الورق. فبنسميه سلفر كونتيننج امينو اسيد. سلفر كونتيننج امينو اسيد زي مين؟ قال لك الاصل اسمه سيستاين. الاصل اسمه سيستاين. طب لو الصين هتقلب هومو سيستاين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بارك الله فيك فيك فيك. الرانيا تيجي حتى. بارك الله فيك. قلبك عامر بالايمان. عايز اقلب ما بتقلبش مش عارف ليه. هنصلي كلنا ان شاء الله ابقى ممتد لغايه العصر يا اخويا. التدين جه دلوقتي مع الاذان. بسم الله ما شاء الله. في الحصه بس مع الاذان، اي وقت تاني ما تصليش اصلا. يبقى هومو سيستاين. يبقى سيستاين
والتاني اسمه ايه؟ هوموسيستين. لو عندي اتنين سيستين مع بعض يبقى اسمه سيستين. تعال افكرك ايه قصة السيستين ده. انا هرسم اتنين امينو اسيد على البورد. اللي يقول لي الفرق ما بينهم ياخد 2000 جنيه حالا. CH2SH CHNH2 COOH ودي CH2SH CHNH2 COOH. اكيد الفرق ان ما فيش فرق. ده اسمه سيستين وده اسمه سيستين. اي حاجة ما مش فرق. وده في اس اتش وده في اس اتش. والسلفر التكافؤ بتاعه ايه؟ اتنين ثنائي. فالسلفر ده شبك مع الكربون والهيدروجين. والسلفر ده برضو شبك مع الكربون والهيدروجين. وانتوا عارفين الحوار اللي بيحصل. السلفر يسأل السلفر يقول له انت سلفر؟ يقول له اه. يقول له انا كمان سلفر. يقول له طالما انت سلفر وانا كمان سلفر ليه نخلي هيدروجين ما بيننا؟ انت سلفر وانا سلفر يبقى نسلفر مع بعض ونشبك برابطة ما بين سلفر وسلفر بسميها ايه؟ زاي سلفايبر. دي كوفيلنت ولا نان؟ نان. كوفيلنت نان في عينك. دي سترونج كوفيلنت بور. وكده يا دكتورة شبكت سيستين مع سيستين ده اسميه سيستين. يبقى السيستين جه ازاي؟ ارتباط اتنين سيستين مع بعض. طب لو سالتك السيستين ده في اس اتش ولا في اس اس؟ اس اس. السيستين في اس اتش لكن السيستين في اس اس. طب دول تلاتة الرابع بتاعهم اسمه ايه؟ يسمى ميثايونين. يبقى السلفر كونتيننج امينو اسيد اسمع صوتك اربعة. اول واحد اسمه ايه؟ سيستين. والتاني هومو سيستين. اتنين مع بعض سيستين. والرابع مين؟ تايوني. طب دول زيادة سلفر. تعالى الفاتك زيادة كربوكسيل. الله. حطيت يا دكتورة على الصيغة العامة كربوكسيل كمان. كده بقى عندي كام كربوكسيل؟ وكام امينو؟ واحد. فبسميهم مونو امينو داي كربوكسيليك. يبقوا اسيدك ولا بيسك؟ لان في كربوكسيل زياده بقى عندي اتنين كربوكسيل اسيدك واحده امينو بيسك فده اسميه اسيدك امينو اسيد. انا عارف معظمك سمع الكلام ده والله بس معلش في ناس ما سمعتوش. في ناس ما فتحتش البايو في 105 اصلا فمعلش استحملوني. هيخلص بسرعه ندخل في الجنين ان شاء الله. الاسيدك زي مين الاسيدك؟ اتنين. واحد بسميه اسبارتيك اسيد والتاني بسميه جلوتاميك اسيد. خلي بالك في قاعده بتقول ان اي حمض موجود في الجسم موجود بطوله ملح. فالفوسفوريك اسيد سميناها فوسفيت. السلفوريك اسيد سميناها سلفيت. اسبارتيك اسيد تسميه اسبارتيت. جلوتاميك اسيد اسميه جلوتاميت. فالاسبارتيك اسيد هي الاسبارتيت. جلوتاميك اسيد هي الجلوتاميت وهكذا. ودول اسمهم اسيدك امينو اسيد. ليه فيهم اتنين كربوكسيل جروب؟ في منهم مشتقات. المشتقات اسمها ايمايد فورم. اسمها يا جماعه ايمايد فورم. بحط ايمايد جروب. عايزين نعرف بقى واحنا بنجود بقى دخلنا في الكيمستري هو ايه الفرق ما بين كلمه امينو جروب وكلمة امايل جروب. جديد الكلام ده بقى ما قلتوش هناك عشان ما كانش وقت. الاثنين NH2. الاثنين NH2. لو ال NH2 شابكة في CH يسمعها امينو جروب. لكن لو ال NH2 شابكة في CO دي اسمها امايل جروب. يبقى الفرق ما بين الامينو والامايل. لو انا شبكة في CH يبقى اسمي امينو. لو شبكة في CO يبقى اسمها امينو. خلي بالك الامينو جروب دي بيسك يعني ممكن تاخد H ويبقى اسمها NH3 واحط بلس.
لكن الامايد جروب مش بيسك دي نيوترال. ازاي ما فيها ان اتش 2 برضو؟ قال لك اصل شبكه في سي او والاو دي الكترو نيجاتيف ليها سلبيه كهربيه، فالالكترو نيجاتيفيتي بتاع الاكسجين تلغي البيسك بروبرتي بتاع الاي دي اتش 2. الكلام ده مهم. ايه الفرق ما بين كلمه امينو وكلمه ايمايد؟ انت بتقول ايمايد فور، ايه الفرق؟ الاثنين عباره عن ان اتش 2 بس حسب انت شابك فين. اصحى يا طبيبه، لو شابك في سي اتش الكربون والهيدروجين مالهمش الكترو نيجاتيفيتي يبقى اسمي امينو وابقى بيزك واقدر اخد بروتون يبقى اسمي ان اتش 3. لكن لو ال ان اتش 2 شابكه في سي او اسمها ايمايد ومش بيزك دي نيوترال. لو عايز تعرف ليه نيوترال مش عليك يعني، يقول لك لان الاو ليها الكترو نيجاتيفيتي، الكترو نيجاتيفيتي بتاع الاو تروح لاغيه البيزك بروبرتي بتاع ال ان اتش 2. فعشان كده دول ال ان اتش 2 شابكه في سي او بسموهم ايمايد فور واخر اسمهم ان، فالاسبارتيت يديني اسباراجين والجلوتاميت يديني جلوتاميت. يبقى لو سالتك اسمع صوتك بقى فوق معايا، مين اسيدك امينو اسيد؟ اول واحد اسمه ايه؟ اسبارتيك اسيد، والتاني جلوتاميك اسيد ايمايد فورم اسباراجين جلوتاميت. خلصنا الزياده كربوكسيد. اللي بعده برضو الفاتك وبرضو زياده. زياده ايه؟ قال لك زياده امينو جروب، يعني زودت على الصيغه العامه امينو جروب. بقى عندي كام امينو جروب؟ اثنين. وكام كربوكسيل؟ واحده. يبقى اسمي داي امينو مونو كربوكسيليك. دول اسيدك ولا بيسك؟ اسميهم بيسك امينو اسيد. اتفضل يقول الورق. انت بتذاكر من الورق؟ انت بتذاكر من الورق ولا بتذاكر من الكتاب؟ انا بقى بشرح اول ورقه خالص، مش بشرح الجداول. لما اجي للجداول اقول لك. اول ورقه مفيش غير اللي بقوله ده، صح؟ لما اروح اللي بعده اقول لك بقى. يبقى زودت امينو جروب فبقى عندي اثنين امينو جروب وواحده كربوكسيل. ودول اسمهم ايه؟ داي امينو مونو كربوكسيل. زي قاعدين في الامتحان لايسين. يا رب في نص واحد ابدا ما نقعد لايسين ابدا. لايسين. واخو اللايسين اسمه ايه؟ هيدروكسي لايسين. وار جنين. وهس جنين. ودول البيزك امينو اسيد. قول معايا قاعدين في الامتحان لايسين واخوه هيدروكسي لايسين وار وهس. خلصنا الاليفاتيك. ادخل على الاروماتيك. الاروماتيك يعني فيهم بنزين رينج. ركزي يا ماما، ركزي يا ماما. زي مين فيهم بنزين رينج؟ اول واحد يسمى فينايل الانين. اسمه ايه سيادتك؟ فينايل الانين. والتاني بيطير، بيطير، يبقى اسمه تايروزين. والتالت تريب تو فان. يبقى الاروماتيك امينو اسيد اول واحد اسمه ايه؟ فينايل الانين. واللي بيطير تايروزين. والتالت تريب تو فان. تعالى النوع التالت هيترو سايكل، يعني فيهم رينج لكنها ليست بنزين رينج. اربعه، اثنين قدام واثنين قدام. اثنين قدام الهيستيدين والتريبتوفان. واحد يقول لي دكتور احنا خدنا الهيستيدين، احنا خدناه مع البيزك، ازاي ترجع تحطه مع الهيتروسايكل؟ يا جماعه الهيستيدين في رينج تسمى اميدازول رينج. في رينج ايه؟ اسمها اميدازول رينج. ودي رينج ليست بنزين، فحقه يتحط مع الهيتروسايكل. امال ليه حطيته مع البيزك؟ لانه بيزك.
يعني شغاله على الوينجين ما عشان ارض الوينجين. يعني مثلا واحده في كليه الطب ومن الاردن، نقول مين من كليه الطب ترفع ايديها، طب مين من الاردن برضه ترفع ايديها، مين بيزك هو بيزك ماشي اكسبشن حطينا مع البيزك عشان يبقى معاهم، يعني هو مش اللي فات هو هيترو سايكل بس هو ضمن البيزك، لكنه يحتوي على رينج تسمى اميدازول فحطيناه مره اخرى مع الهيترو سايكل. طب التريبتوفان ما خدناه مع الاروماتيك، قال لك التريبتوفان في رينج تسمى اندول رينج ودي عباره عن تو فيوز رينج، يعني تو رينج شابكين مع بعض. الرينج الاولى دي اسمها تنزين والرينج الثانيه اسمها بيرول، الاثنين مع بعض اندول. فعشان في بنزين رينج حطيته مع الاروماتيك، وعشان شابك في رينج اخرى اسمها بيرول رحت حاطه برضو مع ايه؟ مع الهيترو سايكل، يبقى شغال على الطرفين، هو اروماتيك وفي نفس الوقت هو ايه؟ هيترو سايكل. وعندي اثنين اسمهم ايمينو اسيدز. اسمهم يا جماعه؟ ايمينو اسيدز. مين هم الايمينو اسيد؟ برولين وهيدروكسي برولين. عايزين نحفظ مع بعض بقى يلا، واللي كان حافظ يفتكر. انا بتكلم عن اول تقسيمه للامينو اسيدز اكوردنج تو مين الكيمستري. ثلاث انواع سمعني صوتك، اليفاتيك واروماتيك وإثروسايتيك. اليفاتيك في ساده وفي اليفاتيك ساده اصغر واحد والثاني الاء وبرانش تشين امينو اسيد فالين ليوسين ايزوليوسين. الزياده زياده او اتش اسمه هيدروكسي امينو اسيد زي مين يا شريف؟ سيرين. والتقليل هومو سيرين والتالت سيرين. طب زياده سلفر اسمه سلفر كونتيننج امينو اسيد، اول واحد اسمه سيستاين والتقليل هومو سيستاين، اتنين مع بعض سيستين والرابع ميثايونين. طيب اسيدك امينو اسيد الاول اسمه اسبارتيك اسيد والتاني جلوتاميك اسيد ايمايد فورم اسبراجين جلوتامين. بيزك امينو اسيد قاعدين في الامتحان واخوه وار وهس. اروماتيك امينو اسيد الاول اسمه فينايك امين والتاني تيروزين والتالت هيترو سايكليك. أربعة اثنين قدام هيستيدين وتريبتوفان والإيمينو أسيد برولين وهيدروكسيبرولين. دي أكوردنج تو الكيمستري. التقسيمة الثانية قال لك أكوردنج تو البولاريتي حسب القطبية الجديدة. لسه يا ابني مفيش تكاسل النهارده. عندهم سكشن والله؟ ايوه عندهم بجد بيضحكوا عليا والله. علان علان انا اسف. نكمل يوم السبت ان شاء الله. تخيل يا كنت انا هتدمر والله.